كما تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في القارة الأوروبية، حيث خففت الدول القيود والإجراءات بعد انقطاع دام قرابة 3 أشهر إثر انتشار فيروس كورونا وإلى هبة. إذن حمود، إلى الدولة التي كانت من الأكثر تضررا، إيطاليا، حيث افتتحت صالات الرياضة ضمن قوانين وإجراءات معينة تحد من عدد الزوار وإجراءات لتنظيف الآلات فضلا عن المطاعم والمقاهي. وإلى الدنمارك، حيث افتتحت السلطات حديقة الحيوانات وشهد ذلك قبولا من الزوار بكثافة بعد أن خففت السلطات الدنماركية كافة القيود في 21 من الشهر الجاري. أما في اليونان، الدولة التي تعتمد على الاقتصاد، أعادت السلطات فتح المطاعم والمقاهي بقيود تجبر العاملين فيها على ارتداء القفازات والأقنعة الطبية فضلا عن المسافة بين الطاولات. كما استأنفت اليونان اليوم خدمات العبارات المنتظمة إلى الجزر بهدف تسريع الجهود لإنقاذ موسمها السياحي. أخيرا في إسبانيا، عاد السكان إلى حياتهم الطبيعية في المطاعم والشوارع في مدينة مدريد، كما افتتحت مدينة برشلونة الشواطئ العامة. أما النصف الآخر من البلاد، وهي المقاطعات التي تعاني من عدوى أقل أو مستعدة لمواجهة تفشي ثاني محتمل، تسعى إلى تخفيف القيود لكي لا يشمل حدودا زمنية للأنشطة في الهواء الطلق وأرقاما للتجمعات وحفلات الزفاف وزيارات إلى دور رعاية المسنين والشواطئ.